السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا محمد مصطفى جلو من غينيا كوناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا لمنجوهم أجمعين صدق الله العظيم.